المعرض اسمه رنات العيدان من الغنوة الجميلة بتاعت فيروز اللي فيها يا شادي الألحان. أمتعنا برنات العيدان يا لالالي، فهي جاية من الحكاية دي. وبعدين أنا كلفت واحد صديقي خطاط فنان يعني قدير اللي هو الأستاذ عصام السيد، كتب لي العبارة بتاعت رنات العيدان دي. الحقيقة أنا لما قلت له كتب لي دي 10 عبارات واخترنا منهم دي، فكان لي الفضل يعني أنه عملها بطريقة جميلة جدا. وموضوع العودين دول اللي بيعزفوا على العود، أنا قبل كده عملنا معرض سنة 2007-2008، كنا مع الأستاذ أحمد فؤاد سليم ودكتور نوار، عملنا احنا 3 معرض عن الموسيقى. وانا في الوقت ده اختار، كان في مجمع الفنون في الادوار كلها 3 ادوار، انا اخترت وقتها العوادين، كل حد فيهم عمل حاجة مختلفة. فقعدت نعمل دراسة للعوادين وقتها عشان اعمل اللوحات، ورسمت مجموعة كبيرة من الدراسات. وبعدين وانا كنت وقتها مستشار في مكتبة اسكندرية، فروحت مكتبة اسكندرية قابلت المايسترو شريف محي الدين ووريت له رسومات. قال لي بس هو أصله زي ابني، قال لي بس يا أنكل الإيدين دي مش مظبوطة. أنا كنت عامل الإيد جامد، قال لي يعني معناه إنه لافف إيده على العود كله رجع الإيد بتبقى جاي كده، فشرح لي وضع مختلف. المهم في واحد كان معانا في المكتبة مطرب جميل جدا وموسيقي وبيشتغل في المكتبة، فقلت له يا أحمد هات لي عود، تعال أقف قدامي كده أعمل منك شوية سكتشات عشان أطمن بالأوضاع يعني. أجاب عود وقعدت أنا أرسمه 10-20 رسمة كده بسرعة عشان أخد البوزيشن بتاع الإيد دي والإيد دي. وبعد ما خلصت قال لي انت عارف العود ده؟ قلت له مال العود ده؟ قال لي ده عود سيد درويش. قلت له يا نهارك اسود، وايه اللي جابه هنا؟ قال لي ما هو ده من مقتنيات المكتبه، فهو ده العود اللي عندنا، فانا جبته اوريه لك. فبقيت جالي قشعريره يعني كده ان انا كنت برسم عود سيد درويش. دي يعني حاجه من الحاجات اللي تتحكي على الموضوع ده. وبعدين عملت مجموعه لوحات ومجموعه تماثيل، وقتها عملت حوالي 6 تماثيل عن العوادين وحوالي 15 لوحة عن العوادين برضو، واكتشفت ان اغلبهم ستات بيعزفوا ما عدا واحد منهم عازف كفيف زي سيد بكاوي كده، قاعد في التمثال قاعد وباصص فوق كده ومغمض عليه ومندمج جدا. فدي المجموعة اللي عملتها في الوقت ده. أنا السنة دي فكرت إن أنا أعيد الكرة وأعمل المعرض، الموضوع الأساسي للمعرض عن العوادين، فانشغلت قوي إن أنا أعمل دراسات جديدة، بس عمال أعمل فيها بقالي 3 سنين عشان أجهز للمعرض ده. أنا عادة لما بستعد المعرض ورا فكرة أقعد سنوات أعمل دراسات عنه لغاية ما اندمج فيه قوي وأحس بألفة جامدة، يكون جه الوقت اللي أنا أعمل اللوحات. فما بعملش لوحات إلا بعد ما أعمل دراسات يعني كثيفة جدا يعني. يعني أنا فاكر لما عملت معرض الصيادين في سنة 2009 حاجة زي كده، كنت وقتها مهتم جدا في الموضوع وأعمل دراسات، وكنت أحيانا بشتغل فوق في البيت برسم بالليل على أوضة السفرة كده، ولما يجي الصبح الفجر يشقشق كده أبص، كان عندي نظارة معظمة بتاعت الجيش أبص بيها ألاقي الصيادين جايين، فبقى بالنسبة لي فرصة حلوة أوي إن أنا أشوفهم أول ما يجوا. وكانوا المكبر الصورة ده يخليني أشوفهم كأنهم قاعدين قدامي كده، شوف كل التفاصيل. وبعدين شوية اكتشفت إن كلهم ستات،
فاستعجبت. المهم وبعد شوية يجي مثلا على الساعة 9 الصبح ألاقي كل المراكب بتاع الصيادين دي تتجمع ويقعدوا كلهم الستات والولاد والأطفال ويفطروا، وبعد ما يفطروا ينتشروا تاني ويصطادوا تاني. ده قدامنا هنا على النيل. اكتشفت انهم كلهم ستات. الست كانت بتجيب لنا سمك في البيت، وقلت لها هو انت بتجيب السمك ده منين؟ قالت انا بصطاده. لو انت اللي بتيجي من عند المانستير اللي عندنا كده وترجع؟ قالت اه. طب فهميني بقى ايه حكايه الستات دي؟ كلكم ستات؟ قالت اه كلنا ستات. ومال ايه؟ قالت جوازنا يا اما مش موجودين يا اما بيشتغلوا مش فاضيين، يعني واحنا اللي بنشتغل. وقالت بقى احنا مالناش بيوت، احنا بنعيش على المركب وننام فيها، واللي بيولد مننا بيولد عليها، يعني حياتهم كلها على المركب. الحكاية دي أثرت فيها قوي قوي وقتها، عشان كده لما سميته ما سميتوش الصيادين، سميته الصيد في النيل، عشان دول مش رجالة، هم مش صيادين. ولو قلت الصيادات يعني ستات اللي بتخطف الرجالة، سميته الصيد في النيل. دي قصة سابقة يعني. بالنسبة للعوادين فزي ما بقولك بعمل دراسة جامدة أنا. فأنا بالنسبة للعوادين قعدت أعمل الدراسة بتاعت العود ده مع سيد درويش القصة دي. وبعدين أنا السنة اللي فاتت كلها بعمل دراسات بالرسم أبيض وأسود عن العوادين. عملت أعداد ضخمة، وعادة أنا الرسوم التحضيرية دي ما بعرضهاش، يعني بعتبرها زي تحضير للوحات. ولما بدأت بقى لقيت عندي كمية كبيرة قوي أقدر أختار منها مجموعة أعمل منها اللوحات. اللوحات طلعت من المنطلق ده. وبعدين أنا حبيت أعمل حاجة مختلفة في معرض الصيادين ده عن اللي عملته سنة 2007. فجالي الفكرة إن أنا أستخدم الكولاج جنب ألوان الزيت. فإدتني يعني هيئة مختلفة تماماً عن الأعمال القديمة بتاعتي وعن كل الأعمال بتاعتي، زي ما أنت لاحظت كده أول ما جيت لقيت إن في حاجة مختلفة. على العوادين بس، على مجموعة العوادين. أنا عملت حوالي في المعرض ده حوالي 20 لوحة عن العوادين، كبيرة وصغيرة وصغيرة أوي. فدول اللي عملتهم، عملت عدد كبير منهم بالكولاج. الكولاج كان بيديني نوع من التحدي، لأنه الخامات اللي أنا بستخدمها في الكولاج عليها مطبوعات، يعني هي قبل كده طبعت كذا لائحة وفي عليها موتيفات وألوان أنا مش قصد منها أي حاجة. لما جبتها وبدأت أستخدمها اتوظفت، فبقت لازم أنا أوفق الرسم اللي أنا عامله مع الحاجة اللي أصلا ملونة واللي فيها تريسز، يعني فيها أثار تلوين سابقة، عشان يتعايشوا مع بعض. فعملوا لي الحقيقة يعني عملوا نقلة مختلفة في شغلي. هو حقيقة يعني مختلفة. وهم أجهدوني إجهاد جامد جدا عشان أعمل عملية الجواز ده بين حاجة مش مجهزة لهذا الغرض، وحاجة بقى جاهزة تماما لهذا الغرض. فإزاي أن نعمل التداخل بينهم والتعايش بينهم وبين بعض. فالأعمال أصلا الرسوم أنا برسمها بقلم أسود على ورق، فبرسمها بخطوط متصلة، يعني بمسك القلم أقعد ألف كده أعمل زي اللي يسموه دودلينج، فبعمل الخطوط لفة حوالين بعضها زي شبكات، وفي وسطها يتجسد العواد أو العوادة. فشبكة الخطوط دي نفعتني في الشغل الجديد، في إن أنا أخلي عنصر تاني مهيمن على اللوحة بالإضافة إلى عنصر الكولاج. وتعمدت عشان إن أنا لما بعمل أنا متغيرات جديدة في اللوحات لازم أنا أحد من المتغيرات الأخرى عشان ما أعملش شوشرة عليها.
فخليت الألوان محدودة ومنسحبة. ولما خلصتهم خالص خالص لقيت مساحات بتاعت الأرضية اللي العواد أو العوادة قاعدة عليها تسمح بإن أنا عشان اللوحات ما تبقاش كلها ألوان دبلانة كده أو عجوزة، فرحت مختار المساحات اللي تحت في كل واحدة حطيت فيها لون قوي، وقلت أنا إيه أستخدم ألوان الآيس كريم، فتلاقي فيها لون الفوشيا واللون التركواز واللون الأحمر الفيرميليون، ألوان صاخبة والكرومة اللي فيها مركزة جدا، تقوم تعمل توازن مع الأبيض والأسود الكتير والزيتونيات اللي هي متماهية مع بقية الأشكال. ده كان من الحاجات التانية اللي أضافت للشغل ده شخصية خاصة. الشغل ده رغم أنه هو عن موضوع العوادين، كمان أنا استفدت من تجربة سابقة لي، كنت عملت معرض كبير قوي عن الشطرنج وخيال الظل. معرض كان تقريبا كله بالدرجات الرمادي والاسود، كانش فيه الوان خالص. فالمعرض ده خد مني برضو تجربة كبيرة قوي ان انا اعمل 40-50-60 لوحة كلهم بالابيض والاسود والرماديات، مفيش لون خالص خالص، لدرجة ان في حد من اصدقائي قوي يعني اشترى لوحة او اشترت لوحة، وبعدين ندهيت لي في المعرض قالت لي اللوحة دي كمان أنا عاوزاها، بس لو تحطي لي فيها حتة لون صغيرة كده. قلت لها لا، طب ممكن تفكر؟ قلت لها مش هحط لون وخلاص. بعد 20 سنة من المعرض ده كنا بنعمل مشروع توثيق المجموعة الفنية اللي في مؤسسة الأهرام مع سيلفيا نقادي، وبعدين قلنا من ضمن أنا عملت كتاب عن المجموعة دي، ففي الكتاب قلت يعني المؤسف أنه الدافع لاقتناء الأعمال دي كان الأستاذ محمد حسنين هيكل، وهو دلوقتي مش موجود، ومن ساعتها ما اختاروش أعمال، فالمجموعة دي هتتجمد في حدودها دي. فإذا كان الأهرام ما عندوش إمكانية أنه يقتني، فإحنا نعمل اتصال بالفنانين وندعوهم ان هم يتبرعوا باعمال للاهرام، فكان لازم انا اتبرع بعمل. فجبت اللوحه اللي كانت عايزه تحط فيها لون ورحت حاطط فيها لون وتبرعت بيه. فطلع ان كان عندها حق، بس انا كنت بتربس يعني. ف المجموعه اللوحات اللي هي ابيض واسود دي ورماديات كانت مستوحاه من خيال الظل المملوكي اللي فيه عرايس بتتحرك ورا شاشة وتعمل الشخوص، اسمها شخوص خيال الظل، تتحرك فتقوم تعمل الشخوص المسرحية، وفي ناس ورا الشاشة بيحركوا الحاجات دي وبيكلموا بصوت الحاجات دي يعملوا. ده كان بداية قبل المسرح اللي احنا نعرفه واللي أي حد في الدنيا يعرفه يعني، ده كان أول مسرح في العالم يعني، اللي هو من أيام الفاطميين والمماليك كان خيال الظل، وما كانش فيه ممثلين حقيقيين، لكن كان فيه شخوص معمولة بالجلد الشفاف، أما يعرضوا عليها من ظهرها ألوان ضوء تبان كأنها ملونة وتتحرك وتعمل تأثير حلو. أنا درست خيال الظل ده بكثافة وعملت منه محاضرة أو ندوة، عملتها في نيو دلهي في الهند عن المسرح الشعبي، وكانت مؤثرة جدا وكانت كويسة أوي. فأنا برضو كان دي زي دراسة الخيال الظل. جيت المعرض اللي بقول لحضرتك عليه ده كان ثمرة دراساتي الطويلة لشخوص خيال الظل. فعملت المجموعة دي من اللوحات. مجموعة العوادين الجداد دول أنا رجعت تاني خدت منها فكرة شخوص خيال الظل، ولذلك تلاقي العواد أو العوادة وهي قاعدة كأنها مقصوصة من جلد وفي حتة ملونة بتشعضه يعني، ففيها تأثير كبير قوي من
العنصر الرئيسي في اللوحات دي كأنه هو مش كأنه هو مقصوص فعلا, بس كأنه مقصوص بالجلد عشان يتعرض في مسرحيات خيال الظل. لكن كمان أنا مركز في المعرض ده على العواد مش على العود نفسه. العود يعني عنصر مكمل يتجاوب مع العواد, وهو الفكرة أن كل عازف بيبقى قد كده مندمج مع العود ومتماهي معاه, فتلاقي حد دماغه نايمة على العود أو بصص له كده, أو الكفيف باصص فوق كده وهو مغمض عينه وبيعزف بانسجام جامد قوي. فأنا ده الجانب اللي أنا كنت حريص إن أنا أعبر عنه, مشاعر والعواد ودرجة تماهيه مع الآلة بتاعت العود. بالإضافة طبعا إن العود نفسه كآلة موسيقية في نظري أنا يعتبر يعني عائلة خاصة بالأصوات الوتريات, يعني مختلف عن التشيلو, مختلف عن كونتر باس, مختلف عن الفيولين. له صوت رخيم, له طبيعة خاصة مختلفة, وله الإيقاعات اللي تخصه, وفيه نوع من الشجن ومن الطرب. ولذلك هو آلة في يعني آلة شرقية, رغم أنه كان في عود غربي, بس هي آلة شرقية بامتياز, زيها زي القانون مثلا. تلاقي الآلة دي والآلة دي ليهم لغة صوتية مختلفة عن بقية الآلات الوترية. فده اللي كان يعني الحقيقة يعني سحرني في آلة العود. هو العواد بيبقى في يعني لوحات العوادين بتلاقي حضرتك العود والعواد وراه خلفية شرقية ولكن غير مستعارة من جهة معينة, يعني لها مزاج شرقي. أحيانا كان من المفيد إن أنا أعمل ورا العواد عواد تاني مش في حالة عزف, زي ما يكون منتظر دوره فبيبقى قاعد كده وماسك عود في حتة منه باينة, أو حد واقف بيستمع إليه واقف على الطرف كده, واحدة طويلة كده واقفة بتبص على العواد كده بتستمع إليه. ده الناس دول يعني زي ما أنت حضرتك تشوفي إنه في العروض عموما في سوليست وفي كومبارس, فدول زي الكورس. أنا وأنا في الابتدائي تقريبا أو في أولى إعدادي, لغاية أولى إعدادي كده على حسب ما أفتكر, يعني إحنا كنا ساكنين في روض الفرج في بيت كبير وفي تراس ضخم قد المرسم ده مرتين. فما كان بيجي لنا ضيوف كنا بنجتمع مع بعض في التراس ده, وكان كل يوم خميس بعد العشاء مباشرة يجي على لوالدي, لأن والدي خريج أزهر كان دفعته, فكان يجي ومعاه العود يقعدوا يعزفوا لغايه الساعه 12 بالليل كده, ويغنوا الاثنين يعني يتباروا في الطرب يعني. فانا بالنسبه لي في وقتها ما كنتش يعني ازوق ولا فاهم يعني الراجل ده قيمته ايه, لكن انا طبعا متاكد ان هو الشخص ده, وكان بيجي يعزف العود بالذات كل يوم خميس نعرف ان في عود. فسواء انا قاعد معاهم او قاعد جوه سامع رنات العيدان دي فعلا بقى على يد واحد من سادة العود, زكريا احمد كان بيجي لابس جلابية ويجي يقعد في البلكونة عندنا, يقعد ما اقول لحضرتك من صلاة العشاء لغاية الفجر, ويتعشوا في النص يتعشى معاه ويكمل, ويبقى مندمجين جدا ويبقوا حاجة جميلة قوي. وأحيانا ألاقي الناس في الشارع واقفين عشان يسمعوا. فكان في جو العود ده غلفني أنا من الوقت المبكر قوي ده. فبقى العود بالنسبة لي كشكل له ألفة كبيرة, وكرنات لها جرس حلو في ودني. فأنا تربيت على العود ده من صغير, من قبل ما أبقى عندي يعني قدرة إن أنا حتى أعرف إن ده شيخ زكريا أحمد. هو كمان هو عنده في محمود الشريف كمان. لا زكريا, لا هو زكريا أحمد أنا متأكد دلوقتي. خلاص تمام. فكان عارفة هو كان يغني
وكان يغني بسجية جامدة، فحتى في الأغاني الرسمية بتاعته كان يقول شوف الزهور وتعلم، وكان في الوصول لك شوف الزهور يا بني آدم وتعلم، يعني كان معلم كده. هو كان دي العلاقة المبكرة جدا ليا مع العود. وبعدين وأنا في المدرسة، المدارس في وقتنا كانت بتهتم جدا بالمواهب، وكان عندنا درس أسبوعي للعود بيدرسنا ليه واحد ملحن، كان بيلحن لشادية والملحن قدير، وكان يعلمنا النوتة الموسيقية على السبورة، ويطلب مننا نقوم نكتب دو ري فا صولا سي، اكتبها ازاي ونكررها ازاي. فحتى لما انا بعد كده حسن اخويا الله يرحمه لما لو اكبر مني على طول حب يعزف العود وتعلم العود، خد دروس جامدة في العود وبقى يعزف عود جامد، لكن ما درسش النوتة، فكنت انا بعلمه النوتة عشان يعرف يكتب الألحان اللي هو بيألف. فبرضو الحاجة التانية إن حسن أخويا كان عازف عود ماهر جدا، وبعض الحتت اللي عزفها بعتها مثلا إذاعة بيروت واتذاعت، فكان عازف قدير جدا جدا. هو كان يحب قوي فريد الأطرش وكان واخد المدرسة بتاعته، بس يعني كل يوم يقعد في البيت مثلا 5-6 ساعات يعمل عزف عشان يمرن إيده. فدي علاقتي أنا بالعود جوه العيلة، وعلاقتي بالصدمة اللي لما لقيت إن أنا اللي برسمه ده العود بتاع سيد درويش. عادة لما أجي أعمل معرض أشوف أنا عملت إيه ليه علاقة بالمعرض ده قبل كده، فأنكش في دفاتر القديمة فطلعت الرسوم الأصلية اللي عملت منها اللوحات بتاعت المعرض اللي فات، وبدأت منها إن أنا أبني عليها أوضاع تانية لناس قاعدين بيعزفوا على العود. ثم طلعت الفكرة بتاعت الكولاج عشان يبقى زي جيل جديد من الأعمال مش زي الأعمال اللي قبلها، دي النقلة يعني. فأنا نقيت يعني لميت عدد كبير جدا من الرسوم، سواء اللي أنا حولتها اللوحات أو تماثيل أو اللي ما عملتش منها حاجة خالص، يعني اللي كانوا موجودين وكان ممكن يعملوا لوحات ويعملوا تماثيل لكن ما عملتهمش، فجبتهم بعضهم رجعت يعني كملت عليه وعملته، ورجعت عملت تاني مترادفات جديدة للحكاية دي. النحت في المعرض ده ينقسم لقسمين، قسم برونز اللي فيه التمثال شبه مجسم وفيه نحت وفيه مودلين، وشق تاني الأكتر يمكن عبارة عن شكل مفرغ زي خيال الظل برضه تماما. أنا زي ما قلت لحضرتك إن في المعرض اللي فات لما بتاع العوادين، لما اللي أنا اخترت فيه موضوع العوادين، لما عملت رسوم كتيرة لقيت إن بعض الرسوم يمكن بسهولة تترجم لنحت، وبعضها يمكن بصورة أحسن إنها تترجم إلى تصوير أو إلى رسم بالأبيض والأسود كبير. فالرسوم الجديدة إنه مساحة سودة متفرغ فيها الضوء، يبقى بتنور من الخلف وتحس أنت بتشوفي النيجاتيف بتاعها اللي هو الجزء المنور. فده البحث اللي أنا عملته في النحت، بقى لي 2-3 سنين بعمل تماثيل من هذه النوعية. فالمرة دي عملت 9 تماثيل كبار نسبيا يعني بارتفاع 70-80 سنتي عن العوادين برضو، وبعضهم هم نفسهم اتعملوا لوحات. يعني ممكن في المعرض الواحد يلاقي بنت قاعدة بتعزف وشعرها مكتكت كده ونايمة على العود خالص ومكببة معاه كده، ويلاقي دي لوحة ويلاقي نفس الديزاين بتاعها معمول نحت. انا معرفش يمكن حكيت لك الحكاية دي قبل كده، ان انا اثناء واحنا في امريكا بندرس الدكتوراه كانت سريه صدقي مراتي بتعمل دكتوراه عن حاجه عن الفن الاسلامي والتصوف ونظريه اسمها الجنرال سيستم ثيوري، كانت احدث نظريه وقتها في اواخر السبعينات. فكان احنا الاثنين دايما بنعمل فريق، يعني لما مثلا هي تعمل بحث انا اشتغل مساعد بحث،
اقعد ابيض لها الحاجات واخدها اوديها المطبعه تتكتب واطلع الصور واعمل كده. ولما انا اعمل حاجه هي تشتغل معاها مساعده معايا. ف واحنا في امريكا عشان الوقت بتاعنا كان ضيق واحنا كنا حريصين نرجع بدري فبنمارس نفس الخدمه. فكانت هي لما تشتغل في بحثها نجيب الكتب عشان هي بالانجليزي وعايزين نترجمها بالعربي وعايزين نرجع نترجم ترجمناه بالعربي واخترناه بالانجليزي تاني عشان الرساله بالانجليزي. فكان في كميه ترجمه كبيره قوي. فهي يا اما هي تقرا وانا اكتب بالعربي تقرا بالانجليزي وانا اكتب بالعربي يا اما انا اقرا بالانجليزي وهي تكتب بالعربي عشان نساعد بعض يعني. فمن ضمن الكتب اللي انا قريتها عن من المتصوفه كتاب اسمه رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا. دي رسائل ناس متصوفه كانوا علماء علماء يعني جامدين يعني بتوع فلك وبتوع كيمياء وبتوع بيولوجي وبتوع موسيقى ومتدينين وبتوع دين في نفس الوقت. فكانوا بيخلطوا الدين بالعلم زي فكره الخيمي اللي هي الكيمي اللي هي كان العلم مخلوط بالافكار الدينيه والتحليق والحاجات دي. لكن في وسط الكتاب ده في فقره يعني هزتني من الاعماق اللي فيها. انا قلت لك الحكايه دي قبل كده. طيب خلاص بقى ما العواجيز يكرروا الكلام حضرتك نقولها عشان سياق الحلقه. ايوه فعشان حكايه المراه. ففي الفقره دي بيقول ان ربنا اراد ان المسلم وهو بيصلي يتمثل كافه الكائنات. فلما يقول الله اكبر ويرفع ايديه كده فهو ملاك وبيرفع جنحته بيشرع جنحته. ولما يكون حاطط ايديه على بطنه كده يبقى بني ادم. ولما يسجد كده يركع يبقى حيوان لانه دماغه افقيه. ولما يسجد يبقى نبات لانه جذوره في الارض. انا الحكايه دي اثرت فيا تاثير جامد جدا يعني. ازاي ايه الاختزال العجيب وهي الفلسفه الرفيعه هي لا تختزل ثرثره كثيره في جمله مفيده. فدي كانت بالنسبه لي مثال رائع يعني. وبعدها بقيت انا ارسم اربع عناصر يمثلوا الممالك الاربعه دول. البني ادم والحيوان اللي هو بقى الحصان عندي اخترت له الحصان والطائر اللي هو العصفور والبني ادم. انا اخترت الست تمثل البني ادم عشان كده من ساعتها ومن قبلها انا دايما مهتم ان الست هي اللي تمثل المان كايند او الهيومان كايند. فعندي انا اهتمام بالحكايه دي. لما جت العباره دي خلتني اتاتش اكتر او متصل اكتر بالفكره يعني. أنا أقول لحضرتك أنا بصفتي يعني أنا بقى دارس فنون وحرف. بأن إحنا بندرس معادن ونجارة ونسيج وطباعة منسوجات وحرف شعبية. ده جزء أساسي من وخزف. فكان أتردد كتير جدا عن المناطق الشعبية اللي فيها الحرف دي. وكان كتير جدا الاقي بنات او ستات بيشتغلوا في الورشه زيهم زي الرجال معاهم. فكنت بلاحظ الحكايه دي ما كانش غريبه عليا خالص يعني. طبعا ورشه النسيج بالذات تلاقي الغالبيه فيها ستات وبنات صغيرين لكن فيها رجاله طبعا في نساجين هايلين. تلاقي حرف معينه فيها الست ليها ارتباط كبير بيها يعني. مثلا المعادن في صعوبه الحداد مثلا في صعوبه ان الست تقف مع جوزها في ورشه الحداده. لكن في ورشه النسيج تقريبا هي اللي بتشتغل وهو بيتفرج او يعني بيشجعها او بيوجهها. ففي حرف اخرى من طبيعتها طبعا جميع الحرف الشعبيه الست هي المايسترو بتاعها. مثلا لعلمك يعني البيوت النوبيه القديمة الأصلية دي اللي رحنا شفناها في دهميت والقرى النوبية دي كلها رسمينها ستات. يعني الراجل يدهن الحيطة ويوضبها لها ويمشي وهي ترسمها.
فالرسم النوبي ده كله ستات بتعمله. واحنا عملنا مع اليونسكو، انا متعرف انا رئيس الجمعيه المصريه للفنون الشعبيه، فعملنا مع اليونسكو مشروع لانقاء التعريف بالحرف المعرضه للانقراض. فخدنا من النوبه حرفه الاطباق الخوص اللي بتعمل بالخوص والطواقي والاعلام اللي بتتهوى بيها دي، خدنا الحرف دي وعملنا دراسه يعني مكثفه. كنا مثلا كان معايا حوالي 18 عضو هيئه تدريس سافروا النوبه وكل واحد ليه مهمه، وجمعنا الحاجات دي وانشانا حاجات كانت اندثرت فعلا. يعني جبنا عائلات كانت الجدات هي اللي بتعمل وبطلت، والاجيال التانية مستخفه بالشغله مش عايزه تعملها. فجبنا الجده دي قلنا لها اولا جبنا صور للحاجات القديمه اللي بطلت واللي موجوده في المتاحف او في المجموعات الخاصه، قلنا لها انت لو عملت لنا الطبق ده هندفع لك 1000 جنيه. طبعا اتحمست. وبعدين انتوا لو عملتوا منه بقى كميات احنا نعمل ترتيب انه يتسوق وتكسبوا منه مكسب كبير. واتصلنا بالتجار بتوع اسوان بالذات واتفقنا معاهم ان هم يبقوا جاهزين انه اي انتاج يعملوه ادام للعراقه القديمه دي ياخدوه. فالحكايه دي البنات رجعوا اشتغلوا وامهاتهم رجعوا اشتغلوا والجدات بقت تواجههم، فعملوا نقله كبيره جدا. فالحاجات دي رجعت بعثت تاني، لدرجه انه بعد فتره طويله يتصل بيا تاجر من اسوان ويقول لي الفيلم اللي كنتوا عاملينه على الاطباق الخوص دي احنا عايزين نسخه منه وندفع لكم زي ما انتوا عايزين. ليه يا حاج عايزه ليه؟ الاصل لما بحطه في المحل والاجانب بيتفرجوا عليه بيقولوا فين الحاجات دي احنا عايزينها، فدي عامل تسويق قوي جدا. واحنا عايزين نعرف مين الستات اللي عملوا الحاجات دي عشان نعرف نتصل بيهم مباشره ونطلب. فالعجله اللي وقفت اتحركت، بقى فيها دافعيه وبقى فيها مزاج وبقى فيها عزه نفس انها بتعمل حاجه الناس مقبله عليها وبتكسب. فانا شفت كتير قوي حرف شعبيه من هذا النوع، الحرف النوبيه تقريبا كلها بتنتجها الستات، لانه في النوبه الرجاله بيسيبوا البلد 8 شهور. فاما رحت انا مثلا هناك في الصيف في الشتاء كانش في رجاله خالص، في العواجيز والاطفال والستات. فين الرجاله؟ بيشتغلوا. لا بيسافروا بيشتغلوا، بعضهم بيشتغل بقى في باريس. يعني في واحد كان من قريه السبوع بيشتغل في ماكسيم في باريس. باتلر هناك، حاجه فخمه جدا. ولذلك كانوا لما يرجعوا في الاجازه الثلاث اشهر دول بقى يحصل فيه الجواز ويحصل فيه كذا كل الحاجات بقى الاحتفاليه. وكانوا يعملوا على البوابه بتاعت بيت النوبي طبق، يلزقوا طبق. الطبق ده من الحته اللي بيشتغل فيها عشان زي السي في بتاعه. فده حاطط طبق من بتوع ماكسيم، والتاني حاطط من بتوع جروبي، والتالت حاطط من بتوع مش عارف ايه. فده يعني علامه على انه هم متصلين بالحتت دي. فالستات هم اللي قاعدين ومناسب ان هم يمارسوا الحرف الفنيه. يعني انا اديت اهتمام كبير للعوادين، واديت للصيادين، واديت للنوبه بصفه عامه. النوبه دي خدت مني يعني جزء كبير من حياتي ومستمره معايا لغايه دلوقتي. يعني النوبه دي زي ما تكون حاجه تنضح كل شويه في اللوحات بتاعتي. فالنوبه انا عملت فيها، عملت علاقة قريبة جدا ومباشرة مع قرى النوبة القديمة اللي قبل غرقها مع السد العالي. فرحت ورحت عدة مرات بعد كده لوحدي، ورحت كده ما كنت عيل يعني عندي 20 سنة 22 سنة. فكنت أروح النوبة دي ما كانش ليها مواصلات، كان في فقط مركب اسمها مركب البوسطة الوحيدة، هي اللي بتودي من أسوان وتلف على القرى وترجع بعد أسبوع تلف عليهم تاني، تحط البوسطة وكل قرية واحد منهم يقول لهم عايز المرة الجاية جابوا لنا معاكم مثلا 10 كيلو شاي، 3 شكاير رز عشان القرية كلها. فكانوا بيعملوا لهم الخدمة دي مقابل بمقابل. ده كانت المواصلات. فأنا كنت أنط في مركب البوسطة يقول لي أنت رايح فين؟ أنت ما فيش حد.
اقول له انا بسيبك واروح على القريه اللي انا عايزها وانزل واطلع. عاده القرى دي تطلعي كده هضبه كبيره قوي لغايه ما توصلي فوق. اطلع فيقول لي يا ابني تعالى معايا هتقعد تعمل احنا ما تجيش غير كل اسبوع اروح انت. وافضل واقف يجي حد يقول لي انت بتعمل ايه انت ايه؟ اقول له انا برسم وحاجات كده. طب هتعيش فين وتنام فين؟ اقول له ما اعرفش انا هتصرف. طب تعالى معايا. ياخدني عندهم اوضه دايما بره البيت كده فيها عنجريب اللي هو السرير اللي بالخوص ده، يقول لي هتنام هنا ولما نيجي ناكل هنديلك تيجي تاكل معانا. فلاقي نفسي لقيت له كنده ملاكي. فكنت بروح كذا مره النوبه وتعلمت منها تعليم كبير جدا. اولا اتعلمت جماليات الفن النوبي وجماليات العمار البيئه النوبيه، بس الاكتر من كده عشان كده انا لوحاتي اللي عن النوبه مش لوحات زخرفيه ولا لطيفه، هي لوحات دراميه. احكي لك قصه يعني. انا ومره من المرات واحده ست بنتكلم على السد العالي وقالت لي يا ابني احنا مصريين، السد العالي عايز ان احنا نسيب بلدنا نسيبها ادام هيحط لنا بيت تاني، فاحنا ما احنا مصريين زي اي حد تاني، بس احنا عندنا مشكله واحده. ايه يا ست المشكله؟ قالت الميتين بتوعنا هنعمل فيهم ايه؟ الدين عقلك بقى. انا وانا شاب عندي 21 سنه الحكايه دي تعمل فيا ايه؟ لغايه دلوقتي لما بقولها دماغي كده بتتشنج. صحيح هيعملوا ايه في الميتين؟ هيشيلوهم؟ هيسيبوهم؟ سؤال يعني ملغم. فعشان كده انا شغلي عن النوبه والنوبيين مصحوب بنوع من الدراما ونوع من الحزن النبيل. دي الفكره. في مجموعة أعمال تانية دي ممكن تعتبريها امتداد للموضوع الممتد بتاعي اللي معايا، يعني منه برضو النوبة ومنه الحياة الشعبية ومنه الأساطير ومنه البطولات الشعبية. على فكرة كمان أنا لما برسم بطولات برسم فريسات ما برسمش فرسان، يعني دايما لما يكون في خيول وناس تبقى ستات، الا لما عملت معرض عن عنطره كان طبعا لازم يبقى بشنبات. انما الستات ليها مكان عندي كبيره وفي شغلي كله. وانا عندي يعني انا من النوع اللي ممكن يعتبر انه المدافع عن المراه، يعني انا يستفزني جدا ان حد يقول ايه اصل المراه ليها وظائف خاصه. ده بقى ما تصوريش انا بعمل فيه ايه، ببقى منفعل جدا. و فاللوحات دي بتاخد من الثيمز او الموضوعات النوبيه والشعبيه والاسطوريه والحاجات زي كده. لكن في المعرض ده مثلا، ما في كل معرض ده في يعني زي ما تقول قراءه مختلفه. فالقراءه المختلفه دي ليها مصادر مختلفه ايضا. يعني انا مش من الفنانين اللي يقول انا المره دي اغير الكالر سكيم عشان يبقى فيه تغيير، ما بعملش كده. ولو حد يقول لي طب المعرض جاي هتعمل فيه ايه؟ اقول له يعني ايه؟ وانا مش عرفني، ما هعمل اللي هيطلع، يعني انا اللي هيزقني هشتغل معاه. فما ما اعرفش انا اعمل خطه يعني. فبشتغل بالحاجات اللي انا بشتغل بيها. وبعدين انا عندي استيعاب او قدره مغناطيسيه استوعب الخبرات السابقه بتاعتي. تجارب اجمع منها زي ما شفت انت في المعرض اللي فات كان فيه اللوحه الكبيره اللي سميتها لوحه ستوكهولم، ازاي ان هي عاشت مراحل مختلفه وكل مره بتعبر عن نفسها بطريقه مختلفه. انا دي خلقتي. فانا النهارده المساعده بتاعتي اللي كانت هنا قبل ما انت تيجي قلت لها احنا خلصنا المعرض، انت هتيجي بقى بكره هتعملي ايه؟ هتطلعي في عندي رولات كبيره قوي فيها رسومات قديمة يعني بقى لها 40 سنة و 60 سنة، ما برميش ورق أبدا أنا. فأجمع وأحط رول وأكتب عليه حاجة وأطلعه فوق. كل ما أجي أعمل معرض ألم الورق ده كله أعمل كوم ضخم كده لغاية السقف هنا وأقعد أفرزه وأبقى متستمتع قوي إن أنا بفتكر إن أنا كنت بعمل الحكاية دي زمان. أيوة دي أيام ما كنت في النوبة، أيوة دي أيام ما كنت مش عارف في السد العالي كذا 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 كذا. فالحاجات دي بتعمل لي اولا عمليه الفرز دي بتديني طاقه متجدده
وبتخليني أشوف حاجات ساعة ما عملتها ما كنتش شايف لها أي قيمة. بعملها يعني زي ما برسم، برسم يعني رسم وخلاص. إنما دلوقتي لما أبص على حاجة أنا رسمها بقالها 40 سنة أو 50 سنة بتنطق وبتتكلم معايا بس بتبعث الحالة اللي أنا رسمتها فيها. يعني مثلا ألاقي رسمة فيها حد قاعد على طوبة كده كبيرة وراء بيت نوبي مش متلون ولا حاجة، يعني ما فيهاش، لأنه الحاجات الفخمة قوي الناس خدوها، فما عندنا الرسوم اللي ما حدش يعبرها. فلما الاقي دي ما تتصوريش ان انا ما ابص على الرسمه دي افتكر ان انا واقف فين وسامع ايه ساعتها، كان في ايه صوت ايه، والنوع الحر ولا البرد اللي كان موجود شكله ايه. فكأن اللحظه بتبعث فعلا واحس بيها اللي في وقت ما انا رسمتها ما كانش عندي اي احساس بيها خالص، حته رسمه. شوفي، لان انا اساسا جزء كبير قوي من دراستي المتعمقه كانت على الفن الشعبي، وانا كان استاذي سعد الخادم اللي هو الرائد الكبير بتاع الفن الشعبي في مصر، فكنت بدرس معاه. ولما رحت امريكا عملت الدكتوراه بتاعتي عن تحضير لنظريه في الفن الشعبي، واشتغلت على الفن الشعبي برضه. فانا مهتم جدا بعلاقه الرمز بالشكل بالطقس بالعواطف، فدي الحاجات دي مرتبطه ببعضها، وانا كنت مهتم جدا ان انا اجسدها. فبقى عندي رصيد واسع جدا. انا دايما اقول للفنانين انت بتبني لنفسك قاموس بصري. وطبعا ممكن واحد يبقى عنده قاموس بصري مزدحم لكن هو عنده بلدي تحس فما يقدرش يستدعيه وقت اللزوم، يعني زي اللي عارف معلومات كتير تسأليه سؤال تلاقيه بجم مع ان المعلومات متخزنة في دماغه، لكن هو ما عندوش الريترايفل سيستم ان الحاجات تنساب وتطلع وقت اللزوم. فانا الحمد لله يعني بجمع عندي يعني رصيد كبير جدا بصري، كبير بشكل لا تتصوريه، ورصيد تقني يعني اعرف في الخامات ودي تعمل ازاي ودي تتشال ازاي، ودي بدليل ان انا الف واجيب خيال الظل واعمل منه شغل، اجيب حاجات اعملها انا ساعات قلت لك قبل كده ان انا ساعات اقعد ارسم 7 ساعات وبعدين اكتشف ان انا لا مسكت فرشه ولا الوان، انا ماسك ابره وعمال اخدش كده. فانا عندي يعني تقدير قوي لثقافتي التقنيه وثقافتي البصريه والرمزيه وانسياب المشاعر مع الحاجات دي، أن الحاجات دي مع بعضها تطلع تركيبة بليدة أو واقفة. لكن اللي بيخليها تبقى شاعرية هي الجزء الخاص بالسجية، إعمال السجية، أن السجية تبقى منسابة وتبقى أنت مش مخيدة بالمخازين اللي في القاموس البصري بتاعك. ومن ضمن مثلا زي ما حكيت لحضرتك من شوية ان حكاية نودي الميتين بتوعنا فين، دي معلومة لا ليها دعوة بالفن ولا ليها دعوة بالتكنيك ولا بالألوان ولا بأي حاجة، لكن دي تقتحم كل حاجة، تقصف كل حاجة للنص وتقعد في وسطه، فتبقى ليها تأثير قوي جدا. ففي تأثير إنساني درامي كبير ربما يكون من خارج الإطار المهني. ولذلك أنا بتكلم على الفنانين ان في فنانين عندهم قدرات مهنيه ربما تبقى عاليه جدا وممتازه، ودول اقصى حاجه يعملوها ان يبقوا مدرسين كويسين يعرفوا ينقلوا الخبرات دي، لكن ما يقدرش يبقى فنان، لانه احيانا لما التقنيات تبقى فيها سياده عاليه جدا تكلبش اللي ماسكها انه ما يقدرش يطيح بيها عشان يعمل حاجه مختلفه او يقلبها عشان يعمل حاجه مختلفه، لانه هو بقى القاموس بتاعه مترتب وما ينفعش غير انه انا فاكر في الجيش اما كنا اللي بيدربنا على البندقية نقول له الحتة الفلانية دي احنا مش عارفينها قولها لنا تاني، فيروح راجع قايل من اول البندقية الاخيرة ان هو مش ما يعرفش، هو حافظها على بعضها، يقول انا هقولها كلها وانتوا اصطادوا الحتة اللي انتوا عايزينها. اما نيجي عندها نقول له طب وقف
عيد دي يقولك هعيدها لكم من تاني. فاللي زي كده هو اللي بيشتغل في الفن وباني رصيده على الخبرة المهنية. خبرة المهنية يعني يبقى عارف نظرية الألوان ما يغلطش، بيختار ألوان ما فيهاش غلط، وعارف نوع الخطوط ونوع الأشكال ونوع الكذا، وعارف المدارس الفنية والاتجاهات والكلام ده. بس كل واحدة لما يعوز الفنان اللي يقدر يبقى فن، ده ما يبقاش فنان، يبقى خبير، خبير من الطراز الأول، ويبقى مهم جدا يشتغل يا إما في التدريس يا إما في الحاجات الصناعية فينفذ اللي اتعلمه، زي المهندس يتعلم الهندسة ويدرس. أما الفنان ده فلازم يبقى في حاجة في دماغه قابلة أنها تخترق الخزان المعلومات اللي عنده وتتحداه وتتجاهله وتعامله ساعات بازدراء عشان يقدر يولد كائن جديد. أصل الفنان ده لما يكون عنده خبرة عن مدارس الفن وعن مراحل الخبرة الإنسانية في الفن وعن الفن الهندي والصيني والياباني والأوروبي والمصري وكله، وعنده معلومات غزيرة، ومع هذا قال إيه؟ لازم يطلع حاجة ما حصلتش خالص في الزمن كله ولا في الأماكن كلها. ده إيه الطموح الخرافي ده؟ وبيطلع منين؟ إلا إذا كان هو يجيله ضرب على دماغه فيقدر يهز قائمة المعلومات والخبرات المهنية عشان يخترقها ويطلع حاجة تانية. طبعا المدخل الرئيسي اللي أنا بعتمد عليه إن أنا أقرأ بره الفن. يعني عبارة حكاية نودي الميتين بتوعنا فين دي، ما دي من بره الفن. حكاية إن أنا أقرأ في الميثولوجي في الأسطورة دي بره الفن. كانت إن أقرأ في التاريخ في الفلسفة في الجغرافيا في التضاريس، دي حاجة ملهاش دعوة بالفن، لكن حاجة أنا في نظري أساسية في تكوين الفنان، لأنها يبقى عارف إن هو ما عندوش عكاز واحد اللي هو تعلمه في المدرسة، لكن عنده عكاكيس كتيرة يمسكها كل واحدة تترقص قدامه بطريقة مختلفة، فيطلع عنده قدرة على الاختراق وقدرة على إعادة القراءة لخبرته السابقة. يعني أنا في بعض اللوحات اللي عندي الكبيرة اللي هي زي ما حضرتك قلت عليها اللي بره موضوع العوادين، أنا وأنا بنكش في النكشة اللي بالك فيها دي لقيت في حوالي 6 رسمات كنت عاملهم في سنة 73 وعاملهم بتجربة معينة وما كملتهاش، يعني بستخدم فورمولا تقنية معينة وتشغلت عنها وما كملتهاش، بس أنا ما برميش حاجة أبدا. فلما لقيتهم اكتشفت إن فيهم تكوينات عجيبة، إزاي أنا عملت ده وأنا مش داري، وفيها تركيبات غريبة الشأن. فجمعتهم ورجعت ترجمتهم من تاني عشان يتجاوبوا مع أسلوبي الجديد، وطلعت منهم اللوحات الجديدة. طبعا ألوانهم اتغيرت وحتى تفاصيلهم اتغيرت، لكن الهيكل بتاع التكوين بتاعهم هو اللي عمل الإثارة المتجددة. المعرض اللي أنا عامله دلوقتي يعني السنة دي في جاليري الزمالك، الحقيقة أنه كان تحدي كبير جدا وأرهقني إرهاق عمري ما عانيته وأنا بعمل الشغل بتاعي، لأنه كان عندي طموح معين أن أنا أعمل حاجة مختلفة عن اللي عملته قبل كده. وأنا كل ما أعجز كل ما أحس أنه أنا يا إما أجرش خلصت يا إما يكون عندي حاجة جديدة تستدعي أن أنا أشتغل من جديد. فالمعرض ده علامة على السيرفايفل، يعني على إرادة البقاء بأن أنا بعمل حاجات متجددة وحاجات مختلفة وحاجات بتتحدى القوالب اللي أنا بلورتها في السنوات اللي قبل كده. من ضمنها أن أنا بجيب حاجات عملتها من 50 سنة وارجع أترجمها تاني لعمل جديد
ومنها ان انا اتبع يعني حالة تمردية على حاجات انا يعني مقتنع بيها وتعلمتها وبجلها اطيح بيها عشان او اقلبها او اطلعها. يعني أنا ساعات فعلا بجيب حاجات واشفها بالمقلوب لمجرد ان انا اشوف هي بالمقلوب تبقى شكلها ايه. وبعدين يعني مثلا انا في لوحة من اللوحات اللي في المعرض ده لما جيت اعملها عشان اعدلها لانه النسب بتاعتي من 60 سنة مختلفة عن النسب اللي بعملها دلوقتي, فعشان اعيدها اضبطها فصورتها بالمقاس اللي انا عايزه على ورق كلك عشان تبقى شفافة واصلح فيها. فوانا بصلح على ان بعمل الحكاية دي فوق في البيت ما عنديش مكان كبير عشان افرش فيه, فبطبق الورقة على 4 أو 6 واظبط كل حتة. فوانا بظبط الاقي الرئات اللي تحت ظهر قدامي, اروح واخد حاجات منها ومدخلها في الربع ده واقلب الثالثه اروح عامل واروح مدخل في حته منها. ولذلك تلاقي في حاجات ملهاش راشونال, في نبات طالع من دماغ الست من شعرها او حاجه طالعه كده, لان انا استملحت فكره ان انا مش بشتغل عند اللي رسم الحكايه دي من 60 سنة, انا بعمل حاجه جديده بس بعتمد عليها. فعمليه الشف دي فتحت لي افق ان انا اوجد مداخل جديده, فاللوحات طالع فيها حاجه فعلا مختلفه جدا عن اللي فات, ربما بس عشان ان انا اشتغلت على ورق الكالك وطبقته. يمكن انا لو عندي امكانيه عاليه وجبت ورقه الكالك وفردتها وظبطتها كان عمري ما يخطر ببالي ان انا اخد الحته اللي تحت الحته او اللي تحت اللي تحتها اجيب حته اروح راسمها فوقها والتانية ارسمها. زي الفنان السوريال التاثيري كان عشان يضمن وحده تلوين في اللوحه كان لما يلون حته يروح مسح الفرشه في بقيه اللوحه, ويلون حاجه تانية يروح مسح الفرشه في بقيه اللوحه, عشان في الاخر كل حته في اللوحه يبقى فيها حته من كل حته هو رسمها. فانا شغال على هذا الوضع. اوكي.